لو سمحت يا شيخ، انا لما رحت العمره عامل عمليه في عيني، فما قدرتش البس النقاب اللي هو من فوق لتحت التغطيه اللي هي دي، لاني ما كنتش شايفه وانا نازله من الطياره. وانا احرمت بالنقاب العادي، لان انا سالت مفتي هناك فقام قال لي انت هتصومي 3 ايام لما ترجعي واحرمي عادي زي ما انت. ده صحيح كده العمره ولا يعني ممكن انت بالخيار تطعمي 6 مساكين او تذبحي شاة او تصومي 3 ايام. طب والتلات ايام دي نصومهم لما نرجع مش في الثانية يعني؟ مطلقا الظاهر الجواز والله اعلم.